الولد الصغير تخومه دولارين على الولاد الصغار طخ طخ حيو طخ روح 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 المواطن أيوب سرور ليس وحده من يدافع بل طفله الذي لم يتجاوز 5 أعوام أدركه وأيضا رغم صغر سنه أن مصافحة أيدي الجنود مرفوضة كما هو السلام معهم طالما أن الأرض يدنسها الغرباء ويستوطنونها أيوة حجر أضرب حجر